يبدو من هذا الإعلان المتهرئ وصفا دقيقا لحال مشروع ماء الهارث ذو الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى 200,000 متر مكعب في اليوم الواحد، مضى على وضع حجر أساسه 9 سنوات دون أن يكون ماء صالحا ينتج من هذا المشروع. لم نستطع دخول مشروع ماء الهارث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخره لغاية الآن، لكننا سنبقى في هذا الملف. ومن بعد جهد استطعنا الحصول على مواد أرشيفية كان قد أعلن حينها أن نسب إنجاز المشروع وصلت إلى 97% قبل شهرين، ومراقبون يؤكدون حال المشاريع الوزارية متطابقة التلكؤ، ولا يختلف مشروع ماء الهارث عن ذلك، علما أن جميع المسؤولين على اطلاع كامل لحاجة البصرة الماسة للمياه الصالحة للشرب خصوصا فصل الصيف. كان يفترض أن يعني يبدأ العمل التجريبي في هذا المشروع قبل سنة تقريبا، ولحد الآن الوزارة حقيقة غير قادرة على أن يكتمل هذا المشروع في الموعد المحدد، وبالتالي هذه معاناة. طبعا نحن مقبلين على فصل صيف، فيفترض هذا المشروع أن يكون مكتمل في الوقت الحاضر، فالمعاناة كثيرة في هذا الموضوع. فالمشاريع الوزارية هي مشاريع متلكئة، وهذا هو ثبت بالدليل القاطع لعمل مشاريع في الحكومة العراقية. أغلب مشاريع الوزارات خصوصا مشاريع وزارة الأعمار والإسكان والبلديات هي مشاريع متلكئة وتأخرت لسنوات. ما يخص هذا المشروع، مشروع الهارثة، طبعا هذا المشروع يعني أحيل من قبل الوزارة من عام 2014، وإلى اليوم طبعا لم يعمل، يعني لم يتم تشغيل هذا المشروع. فيما يقف المواطن البصري مراقبا لهذا الأداء الوزاري، إنه في حال بقاء مدينة البصرة ومشاريعها الخدمية المهمة متوعدا الحكومة بمواقف لا يحمد عقباها. ما معقولة مشروع 2017 المفروض يكمل وهسه 2017، ندعو الحكومة، يعني جاينا صيف تردون ثورة احنا جاهزين، تردون عرق جاهزين، تردون مظاهرات جاهزين، نيتكم شني؟ يعني ما انت ما تعرف البصرة بها ماء شحيح، ما تعرف البصرة حارة، ما تعرف هذا المشروع يخدم 5 مليون بالبصرة، والله ما اعرف. يعني خلي الاخوة المشاهدين يحكمون ويقول لك المن طالع، المن تظهر، المن تدافع، المن تحكي، الى متى هاي المشاريع ظل متلكية؟ من المسؤول عن هاي المشاريع؟ لقناة دجلة، حسن مظلوم، البصرة.